جديدة في ضيافة آسيا. رمضان كريم، يا رب رمضان يكون ماشي كويس معاكم في الحر ده. النهاردة حلقتنا هنخصصها للبسبوسة، هنعمل أنواع كتير وجديدة من البسبوسة. هنعمل البسبوسة المقلوبة، بسبوسة الورد، بسبوسة اللوز، وهنعمل كمان بسبوسة بالطوفي. النهاردة هبتدي بالبسبوسة المقلوبة، هتبقى زي الأبسايد داون كيك بتاع الأناناس، بس هنعملها بالبرتقال. اول حاجه عندي، خلوني نعمل مزيج البسبوسه ونعمل كمان الشربات بتاع البسبوسه، وبعد كده نشوف ازاي بنلم كل العناصر دي مع بعض في صينيه الفرن. عندي نص كيلو من السميد الناعم بتاع البسبوسه، وعندي تقريبا خلينا نقول معلقه كبيره من بشر البرتقال اهو، وعندي كوباية ونص من السكر، نص كوباية للقالب وكوباية للخليط بتاع البسبوسة. هوريكم هعمل ايه بالنص كوباية اللي انا عايزاها. تمام، عندي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي كيس، وعندي كوباية من اللبن اب، مش اللبن بس، اللبن اب اللي بيبقى شوية مزز وسايل. عندي كمان كوباية من عصير البرتقال، مكونات سهلة ما فيهاش فزلكة كتير، وعندي نص كوباية من الزيت النباتي. وهحتاج الزيت كمان للصينية عشان خاطر ما تلزقش معايا البسبوسه. الصينيه ممكن نعمل الزيت، ممكن نعمل كمان السمنه. هخلط بقى المكونات دي مع بعض، بس خلوني اجيب عدتي. الفرشه الاول عايزه اعمل الزيت حوالين الصينيه، خليه هنا. وعندي بقى البسبوسه وخليط البسبوسه، همزجه كله كده مع بعض. بسبوسة دي رائعة اللي بالبرتقال، خصوصا ان احنا دلوقتي في فصل الصيف، فان احنا ندخل الفواكه في الحلويات حاجة رائعة جدا، حاجة يعني مبهجة كده وفريش. هخلط المكونات كده مع بعض. مهم قوي ان احنا نخلط المكونات مع بعض ونسيبهم على جنب عشان خاطر السميد بتاعنا يتفتح ويشرب كويس قوي من السوائل. طيب هسيبها هنا على جنب، لسه ما ضفتش الزيت على فكره، كويس ان انا افتكرته. وبعد ما ضفت الزيت هحطها على جنب وابتدي اشتغل في الشربات بتاعي، وبعد كده البرتقال وكل الحاجات دي. طيب نشيل اي حاجه ملهاش لازمه. دلوقتي هعمل الشربات، الشربات بتاع البرتقال هعمله بنكهه البرتقال. اول حاجه انا محتاجه مقدار كوبايه من الميه، ميه عاديه يعني ما هيش سخنه ولا اي حاجه، لانه كده كده هيستوي على النار. طيب ادي كوبايه ميه. هحتاج كوبايه من عصير البرتقال، وهحتاج كوبايه من السكر. تمام، عندنا حلين، يا اما نحط في الشربات قشر البرتقال عشان يركزوا كمان ويحليه، يا اما نحط له بشر. انا بحط البشر، بيديله برضو نكهه حلوه. وهسيب الشربات يعيش حياته على النار. دلوقتي هبتدي اشتغل في البرتقال اللي انا هحطه في القالب عندي من تحت عشان خاطر البسبوسه يكون طعمها او تبقى مقلوبه بالبرتقال. ممكن تكتفوا بالبسبوسة كده لو عايزين، هتطلع ملفوشة، بتبقى شوية زي الكيكة، ما بتبقاش زي البسبوسة العادية بتاعتنا اللي بتبقى رفيعة، دي بتبقى عشان فيها بيكنج باودر منفوخة. ممكن تزودوا النكهة وتعملوا زي وتعملوها مقلوبة بالبرتقال. هحتاج بقى السكينة، هاخد بقى البرتقال هنقطعه بالشكل ده اهو،
وحنقطع بقى كده عشان نشيل القشرة بالقشرة البيضة بتاعتها كمان اللي بتبقى تحت بالمنظر ده. ونفضل ماشيين لحد ما نتأكد ان احنا شلنا القشر تماما. وهنبتدي هتبتدوا بقى بالسكينة الصغيرة عشان تتحكموا اكتر، تبتدوا تمشوا مع، خلونا عشان كل حاجة تبان، الشربات يعيش حياته هنا. هنا بقى هتاخدوا البرتقال وتشوفوا الخطوط اللي هي بيضة دي، ده معناها تحديدات الفص. تمشوا بعد كل خط لحد ما توصلوا للقلب وتطلعوا كده البرتقال من غير اي حاجة. نعمل تاني كده، بتتخلصوا من الجلدة بتاعت البرتقال اهو بالراحة بالراحة، واحدة واحدة. انا حبيت اعملها قدامكم عشان تعرفوا تتصرفوا ازاي. ممكن كمان يتقطع حلقات، بس انا بحب الشكل ده، الحلقات يعني بيبقى فيه نسبة جلد، لكن الشكل ده بنتخلص من الجلد الناشف بتاع البرتقال كله. تمام، وانتوا ماشيين دايرين ما يدور لحد ما تخلصوا حبة البرتقال، ما بتاخدش وقت كتير عموما يعني. وصينية البسبوسة بتاخد، لو المقاس ده بتاخد 3 حبات لـ 4 حبات برتقال حسب حجم البرتقال. تمام، دي بقى خلاص هجيب يعني، هوريكم بس في واحدة وبعدين هنكمل الصينية مع بعض. تمام كده، هاخد بقى الصينية قبل ما احط فيها البرتقال، هحط نص كوباية سكر اللي انا خليتها وهعديها بالشكل ده عشان تتكرمل مع البرتقال كويس قوي في الفرن وتديني كراميل حلو قوي اهو. هجيب بقى البرتقال، دايما نبتدي من النص على اساس لو عندنا برتقال قليل يكفينا، بس تبقى الكراون اللي في النص او التاج اللي في النص للبسبوسه. هنحطه كده بالشكل ده، اعملوا تشكيله حلوه كده او رسمه حلوه للبرتقال عشان خاطر تطلع البسبوسه حلوه. طيب نعمل تاني، نكمل الحبات بتاعت البرتقال والبسبوسة دي. ممكن تعملوا نفس الفكرة كمان بالليمون، بس بلاش تعملوا الليمون في القعر، يعني اكتفوا بس بالعصير بتاع الليمون وقعر او بشر الليمون في البسبوسة، برضو بتطلع حلوة. ممكن تعملوها بال، ايه اللي ممكن نعملها بيه تاني؟ ممكن الاناناس، بس كده هنبقى في كيكة الاناناس المقلوبة. لكن خلونا كده مبدئيا نقول ان البرتقال هتبقى احلى كده، خصوصا ان احنا في فصل الصيف. تمام اهو بالراحة، وانتوا ماشيين حوالين حبة البرتقال لحد ما تتخلصوا من الحتة البيضة والحته الاورنج، يعني مش بس القشره الاورنج بتاعه البرتقال الخارجيه، كمان اللب اللي جوه ده عشان بيبقى طعمه مر. تمام، نجيب بقى السكينه ونطلع الفصوص واحد واحد. حاولوا تطلعوا الفصوص سليمه، ولو ان هي هتتهري كده كده في الفرن، بس عشان على الاقل نحافظ على رسمه الفص بتاع البرتقال بتاعنا. اهو
هبتدي بقى أرص بالشكل ده. أنا بحب جدا الحاجات بتاعت رمضان دي أتفنن فيها على حسب الجو العام لرمضان، يعني رمضان جه في الشتاء بحب أعمل حاجات تليق مع الشتاء، رمضان جه مع الحر بحب أعمل حاجة في الحر، وهي كده. وبنخلينا ماشيين بالشكل ده لحد ما بنخلص الصينية كلها رص بالبرتقال، وبعد كده بندلق عليها بالراحة مزيج البسبوسة. لاحظوا انه البسبوسة بتاعتي ما هياش تخينة قوي، يعني مش القوام بتاع البسبوسة العادية اللي بالزبادي، هي شوية مايهة لانه زي ما قلت انا عايزة بسبوسة تكون زي الكيكة منفوخة، لكن كل ما بنخليها ترتاح شوية كل ما البسبوسة بتتفتح اكتر او السميد بيتفتح اكتر وبتبقى مناسبة. وبندلقها بالراحة على البرتقال وبندخلها الفرن لحد ما تتحمر ويكون كمان الشربات بتاعنا تسبك. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل باقي وصفات حلقة البسبوسة النهاردة. اشوفكم بعد الفاصل.